اليوم غادي ندير لكم شامبوان طبيعي 100% غزال، ما تحتاجوا لا لديميلور ابري لا حتى حاجه. راكم عارفين دابا لي شامبوان قوه لي برودوي كيميك، زوين بزاف، جربوه غزال. ومن بيان سور المكونات ديالو انا باش نهضر لكم عليها، يعني المكونات طبيعيه 100% و اذا كان المكونات طبيعيه فحتى النتيجه غادي تكون زوينه وما غنخافوش منها. اول حاجه كنحتاجوا ليها اللي هو يا هاد لا بودغ دو شيكاكي. هاد الشيكاكاي شيكاكاي كيعيطوا ليها، هادي واحد النبته هنديه في الهند. هادي الغبره ديالها انا خديتها من عند هاد امازون، معروفه بزاف، هي واحد الشركه في فرنسا كتصوب هادشي كله ديال الاعشاب، زعما المنبع ديالها وكيفاش مصوب شي حاجه اللي ثقه واللي معروفه بزاف. امازون نورمالمون كدير لا ليفريزون المغرب، ولكن دابا راكم عارفين مع لو كونفينمون ما يمكنش. انا خديتها ان بري ان شويش طالع الفي، خديتها من جوميا، زوينه بزاف. هاد لا بودر دو شيكاكاي هادي كتسوا كيديروا بها الناس دي ماسك للشعر حتى الا بغيتو. بيان سور انا مازال كنسين التفاعل ديال القناه، الا بغيتو قولوا لي الكومونتير وانا نوريكم لي ماسك اللي كيداروا شي حاجه زوينه. هاد لا بودر كتصلح سورتو الناس اللي عندهم القشره، اللي ماشي القشره العاديه مي القشره المرضيه اللي كيكون فريمون داك الراس كيوليو دي بلاك ديال القشره بالنسبه لي ماسك، وكنستعملوها حتى في التحضير ديال لي شامبوان. واحسن شامبوان ناتوريل افيكاس سون ديميلور، ما ديري ليه لا بلسم، هو داك ما ديري ليه لا بلسم لا حتى حاجه، وكيخرج فريمون زوين، هو هاد الشامبوان اللي باش نقول لكم. كنحتاجوا فيه هاد النبته ديال الشيكاكاي، ها نتوما كتشوفوا هنا راها ها كي كتكون، هذا ليكستري يعني صافي مطحونه ديال هاد النبته هادي اللي كتشوفوا انا هنايا. وبيان سور كل واحد ماشي يستعمل المقادير على حساب شعره، باردون، على حساب الشعر ديالو ياك. هنايا غادي نحتاجوا الغسول طبيعي، كلشي عارفيننا، حتى الناس زمان كانوا كيغسلوا شعرهم غير بالغسول، هو اللي كانوا كيديروه، شي حاجه اللي زوينه بزاف. انا هاد الغسول بيان سور راه مصوب على اليد، ماشي انا اللي مصوبه، ولكن الناس اللي مسيده اللي مصوبه عليا زعما ثقه وكنعرفها مصوبه على اليد. شنو غادي نحتاجو هنايا؟ الغسول طحنتو في 1 2 3 حتى ولا غبره بحال هكذا، والشيكاكا غادي نديرو كميه من هنا وكميه من هنايا. هنايا انا باش نخلط حداكم غادي ناخذ بيان سور كل واحد على حساب الطول ديال الشعر ديالو. غادي ناخذ كميه من الغسول، غندير هنا قيمه معلقه ونص ومع معلقه ونص ديال هاد الشيكاكاي. وبطريقه عاديه هذا راه ما سخون، غادي نحاول نزيد ونخلط حتى يعطيني اون باك، حتى كتولي هذا اون كريم اللي ممكن تغسل بها شعرك. فدابا هذا هو الشامبوان ديالي انا، ها نتوما شوفوا كي داير، شتيو اون بات صحي بزاف، تيعالج الفروه ديال الراس. شتي حتى الناس اللي حيت هذيك القشره اللي قلت لكم اللي مرضيه ماشي القشره العاديه، هذيك راه كتكون فطريات في الراس، فهذيك حتى هو تيعالجها بزاف. وراكم عارفين ديجا الغسول ملي كديروه الواحد راه كيهبط شعره كله رطب، فمن هاد الشامبوان هذا بيان سور الشعر فازك. وغادي نديروه وكنبقاو نماسيو بالاطراف ديال الاصابع، كنماسيو الجلده ديال الفروه ديال الراس ديالنا، واحد كنخليوه واحد دقيقه جوج ديال الدقائق وابخي كنغسلوه. انا عارفه بالنسبه للناس ماشي الناس كلهم غادي يتقبلوا انهم يبقاو يغسلوا شعرهم بهذا الشامبوان الطبيعي، مي او موان الواحد على الاقل يولف واحد المره في الاسبوع، مره يغسل هكذا مره يغسل هكذا.
راسطوني والله مني غادي تلتجوا هادشي كله هو طبيعي غادي يبدا يبان لكم فريمون داكشي الاخر راه غير زواق. انا راه بقيت كنمشي نشري في لي شامبو هذا كاين ديال 200 كاين ديال 300 كاين حتى ديال 400 ولكن كتلقاي المكونات كلهم كيميائيه وفي الاخر كيضروا في الشعر. وصفه طبيعيه سهله وزوينه والنتيجه غزاله وما تعجبكم. كنتمنى انكم تجربوها. كنقول لكم شكرا على المشاهده وطبيعه الحال الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو في لاشين وبيان سور الى كانت اي سؤال كتبوه لي في كومونتير. شكرا بزاف الى اللقاء في فيديو قادم مع السلامه.